في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالحنا للأمن حضاري دوودة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكا بأمن ولاية بازا في عملية نوعية بحر هذا الأسبوع، حيث وعلى إثر معلومات مفادها عزم فتاة في مقتبل العمر تنحدر من مدينة الدوودة القيام بعملية إجهاض بعد حمل غير شرعي. استغلالا للمعلومة تم تحديد هوية المشتبه فيها والتي بعد تحويلها إلى مصالحنا تبين أنها أقدمت على هذا الفعل بمدينة بوسماعين ولاية بازا. استمرارا للتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في قضية التي تنحدر من مدينة بوعرفة ولاية البوليدة والذي تعمل بإحدى المؤسسات الاستشفائية، حيث تم توقيفها بمدينة بوسماعين تحوز على معدات وأدوات جراحية تساعدها على عملية الإجهاض. في نفس الإطار تم توقيف فتاتين متهمتان بربط الاتصالات بين المشتبه الرئيسية في القضية والفتيات اللائي يرغبن في الإجهاض، كما تم توقيف صاحبة المسكن موضوع قضية الحال. العملية أصفرت على حجز ما يلي 31 حقنة من مختلف أنواع الأدوية تستعمل في عملية الإجهاض، مقص وأدوات جراحية، كمادات وقفازات أغطية جراحية. تم تحرير ملف إجراء قضائي سيتم من خلاله تقديم المشتبه فيهن أمام النيابة المختصة.